احتلت سوريا المركز الثالث عربيا بارتفاع نسبة العنوسة خلال السنوات الأخيرة بنسبة وصلت ل70%. الباحثون أرجعوا الأسباب لعوامل اقتصادية واجتماعية، لكن اليوم رح نسأل الشارع السوري عن أسباب ارتفاع العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج. خليكم معنا وتابعونا. اليوم نحن كسوريا صرنا الثالث عربيا نسبة العنوسة لأنه ما في رجال. يعني ما في، يعني ما في رجال بالشوارع، ما في مو رجال، يعني هدول اولاد، ما في يعني الشخص المناسب، ما عم تلاقي الشخص المناسب لانه ما عاد في شباب بالبلد. وين راح؟ شي على المانيا، شي يعني نص الشباب سافرت. ما عبى الشارع شباب، وبالجامعه في شباب، هدول كلياتهم صغار مو كبار. الشاب هلا وضعه، اي شاب او اي فرصه عمل ما عم تكون سهله، والواقع المادي جدا ضعيف، يعني التوازن المادي عند اي شاب أولاً أنا هو ضعيف، فلما بيكونوا متطلبين أهل البنت فهذا الشيء كمان بيلعب دور جداً بالتأثير على العنوسة. حقلك على حق المجتمع على ثلاثة، ما حدا بده يتجوز عليهم. هلأ الشباب مالي، بكرة البنات حيملوا بانك. طب ليش الشباب مالي؟ معقول البنت هي اللي ما بدها؟ بلكن هي اللي ما بدها، ليش دائماً الحق على الشاب؟ لأنه البنت كمان بدها حدا تاخده، يعني هيك شوي عايشة مثل عالم الخلق. أنا ما بعرف، ما عندي خبره بالموضوع ابدا. يعني اكيد اسباب اقتصاديه، يعني اليوم البنت يعني خلال الازمه خفف طلباتها ولا الطلبات مثل ما هي ما عم تتغير؟ لا الطلبات مثل ما هي، بس الشاب وضعه مو مثل ما هو، يعني ما كان ما سهل يامن بيت او شغل يعني انه يكفي العائله، وموضوع الجيش طبعا هي قصه ثانيه. هلا انا ما صار لي زمان خاطب عن جديد يعني، ومتزوج حتى. كيف من سنه؟ لا عادي. عزبوك شيء؟ لا اكيد. ما عم يصير في اتفاق، او يمكن الشاب مل، عم يمل كتير، فليك صار في عنوسة. يعني الشاب عم يمل، عم يفكر بالزواج وكذا وهيك، بعدين عم ينسحب تكتيكيا ويهرب. يعني هي القصة مو والله انه مثلا اوضاع اقتصادية تعبانة او قلة مصاري، هو مبلا لانه يعني صار العرس بكلف، كل شيء بكلف، عم صار الشاب يملوك. ايه بيهرب الشاب. مجتمع وشاب وبنت، يعني في افكار المجتمع، عوامل المجتمع، بالإضافة لجهد الشاب. على مين يا ما فهمت الحق؟ أقول لك المجتمع والاثنين، البنت والشاب. أنا واحد من الناس أنه لا مستحيل أتزوج هلأ. ليه؟ مسؤولية؟ مسؤولية هي كل ما لا عم تزيد، فما ما في مبشر أنه ما في أمان. يعني مو قايمين بمصروف هلأ، يقوموا بمصروف مرأة. طب الحياة بتمشي، يعني إذا كل واحد فكر بهالطريقة ما حد يتزوج. ما جيبوا لنا شغل، أمنوا لنا شغل. لأنه الشباب يعني قلوا عنه، المفروض ما يتطلبوا كثير، فالمفروض ما يتطلبوا كتير وهيك، يعني اساسا ما في شباب عشو عم يتطلبوا. طب ما في شباب وعم يتطلبوا شو بدك تعمل؟ طب انه بيقولوا دائما انه اليوم الاهل البنات ما عم يقدروا، بدهم نفس المواصفات نفس المتطلبات تبع قبل الازمه. لا هلا ايه، يعني الا ما يكون في ناس لساعات عم تطلب مثل قبل، بس ما بتوقع يعني اكثر. ايه لانه يعني اهل البنت كل مالهم عن جد ما عم يرحموا الشاب بطلباتهم وهيك. اسالك سؤال، انت بتقول لهم لرفقاتك انه بدك الفوق، بدك الزواج، انه تتزوج ولا ما لك مصلحه؟ معلم وقت كنا بالمحكمه انا قلت له بدي اتجوز وحده ثانيه. مود تقاليد، بس هو حتى اذا تنازلت البنت الشاب ما عم يقدر يامن، يعني حتى ابسط الشغلات ما عم تقدر تتامن. يعني ما في، يعني ما في رجال بالشوارع، ما في مو رجال، يعني هدول اولاد، ما في يعني الشخص المناسب، ما عم تلاقي الشخص المناسب. اذا انحلت انا اول واحد رح اتجوز يعني. خلص خليها معنسه. ومثل ما شفنا اختلفت آراء الشارع السوري حول الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة العنوسة، ولكن بضل السؤال، هي الظاهرة رح تنحل يوم من الأيام ولا القصة ما عاد تنحل بحياتنا؟